تعالى نايس جبته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في فيديو جديد، بس قبل ما نبدا معانا يعني اللي كسب معانا جايزه الاسبوع اللي فات، اسمعوا ونرجع مع بعض. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا هاني واشتركت على قناه ممدوح وكسبت الجايزه 340 سي، ودلوقتي هوريكم في الفيديو. وهي يا شباب الهديه اللي جات لي 340 سي، وانا مبسوط قوي، ودايما هتابع قناه ممدوح عشان اكسب اكتر. ومش ننسى بقى باللايك كده. بعد ما سمعنا هاني نبدا بقى في الفيديو بتاعنا ونبدا حلقات. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ولا نبدا نشوف مع بعضينا الجيم هيبقى عامل ازاي. عايزين نظبط نفسينا بقى الجيم ده يا شباب. تعال نروح البيوت اللي هنا. كنا عايزين رقم واحد يبقى معانا. يا جدعان فين السلاح؟ ناشفة خالص كده. اديني لقيت الوزي. اهم حاجه ما نبعدش عن بعضينا. انت بعدت قوي كده ليه يا هاني؟ تعال بس كده عشان نبقى جنب بعضينا كلنا. ادي ام 4. ده بوت يا جماعة، بوت. معاه سلاح ولا حاجة؟ لو لقيت الأخضر بقول لي. ها تمام. رقم واحد. رقم واحد. نور. منين رقم واحد؟ رقم واحد. خلاص تمام ماشي. اهلا بيك معانا.
ايه؟ خلينا نلف كده شوية على ما يجي حد. خلينا نشوف هيودينا فين. خلينا نشوف هينزلنا فين. ايه؟ ايوه يا عم، وبعدين مترو جديد ما شاء الله يعني. يا عم بتكبر انت، كنت طالع قسام فوق الشخصية بتاعتي. هنا نقعد نلعب شوية بقى، محدش ينزل محدش ينزل، خليك رقم واحد. يا عم خلينا فسحة ببلاش، خلينا ننزل ليه؟ عامة خليك قريب مننا رقم واحد، ماشي؟ هو كده فضل كام؟ فضل 14. تنطيت ليه يا ابني؟ خلينا جنب رقم واحد بقى، روح لرقم واحد عشان كلنا نبقى جنب بعضينا. يا جماعة فين الناس؟ ممكن نتغفل فجأة، يعني شفت كله مفيش حد وفجأة ممكن نتغفل كلنا. أيوة، ما هي الهدوء زيادة عن اللزوم ده مش حلو. في عربية هناك اهي. تعالى نايس، جبته. اسكوبات ايه يابا معايا ولع. في حد كنص عليكم ولا ايه؟ انا عايز طلب.
يلا يا شباب. هو مين بعت القنابل يا جماعة؟ يا ابني ما تحتاجش حاجة يا ابني. هو مين اللي وقعك أصلا يا حمادة؟ هاني؟ ليه يعني طيب يا هاني؟ في عربية جاية، في عربية حوالينا. في عربية حوالينا ها؟ خلي بالك طالع. اوه ده جابنا انا، جابنا احنا الاثنين يا ابني. لا وعلى فكره يا جماعه لسه في واحد كسبان معانا، احنا قلنا المسابقه في اثنين هيكسبوا، طبعا هاني اول واحد كسب، وعلى فكره سلمنا له الجايزه وخلاص، كده الدور على الثاني اللي هيكسب معانا الجايزه الثانيه وهي 340 شقه. ابعتوا لنا الرأي بتاعكم في التعليقات وان شاء الله واحد فيكم هيكون كسبان وهيطلع معانا برضه الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، مع السلامه.